أنا لست أخواني يجر بفتنة وأراد مار المسلمين على يدي. وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل. هذه لعبت كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراج المملكة السلفي ورميهم في إحضان أهل الباطل والبدع. فهو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل. والشبهة الثانية، لا تقرأوا في كتب الردود. كتب الردود، كتب الردود، كتب الردود، يعني معناه أن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وأهله، ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات، ونخلي أنفسنا أجهزة استقبال لكل هذه الأشياء، لكن لا تمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ لأنها تفضحهم وتبين مخازيهم وتبصر الشباب بالحق، فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أنك قرأ وخذ الحق وترك الباطل، فتذهب المسكين ضحية للباطل، لأنك لا تميز بين الحق والباطل، فترى الحق باطلا والباطل حقا. وهذا أمر اجتاحوا به ما لا يحصي عدده إلا الله ممن كان ينتمي إلى المنهج السلفي. فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظة بالعلم، ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود. والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى، وما ترك ضلالة إلا وانتقدها وفندها وبين ضلال أهلها. والسنة كذلك، ومنهج السلف بارك مليء، كتب العقائد وكتب الجرح والتعديل مليئة بالنقد والردود على أهل الباطل، لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود. فاقرأوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله، ويناضلون عن دعوة الله، ويصدون عن شباب الأمة الفتن، ويبينوا لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة، ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم، وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود، فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ، فإنه بارك الله فيك في موقف المتزلزل. وقد رأينا كثيرا، قد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصة عبد الرزاق، ولا تنسوا قصة البيهقي، ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي، وهم من كبار العلماء، وشبهة واحدة تهوي به في أحضان تربيه في أحضان البدعة والعياذ بالله. عبد الرزاق واحد دونه بالعلم، يعني ما زال يفسر منه حتى أوقاف التشيع. وأبو ذر من كلمة سمعها ثناء من البيهقي على أحد أئمة الأشاعرة فوقع في الضلال، والبيهقي اغتر ببعض أئمة الضلال فوقع في الأشعرية وغيرهم وغيرهم. وأما في هذا العصر فلا يعد
يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإلا طالب علم ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والأساليب والمكايد التي يبذل الأعداء حتى صدوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة المنهج السلفي والجديد.